حياكم الله أعزائنا المشاهدين في كل مكان، ومرحبا بكم، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي المتجدد بيت القصيد. في هذه الحلقة وعبر الإنترنت نستضيف شاعرة من ليبيا، شاعرة أبت إلا أن تحفر اسمها عميقا في سجل الشعراء الذين ينتصرون للإنسانية والإنسان ويتجاوزون المكان والزمان بما يبحثون عنه من أفكار عالية ينتصرون فيها للكل أينما كان، وليس فقط لمن ينتمون إليهم على التراب الواحد والمصير المشترك. مشاهدينا، رحبوا معنا بضيفتنا من ليبيا، معنا الشاعرة فاطمة مفتاح. أهلا وسهلا بك فاطمة، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد، مرحبا بك. مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. أستاذة فاطمة، في البداية لو تعرفينا عليك قليلا بحدود ما تودين أن يعرفه الجمهور عنك من معلومات، شيء من السيرة الذاتية، تفضلي. مرحبا مرة أخرى، أنا اسمي فاطمة مفتاح من ليبيا، أنا خريجة تقنية طبية والآن أدرس القانون. أكتب الشعر، الشعر الدارج الليبي هو الشعر الشعبي، وأكتب القصيدة الفصحى، قصيدة التفعيلة والشعر العمودي، مهتمة بالأدب بشكل عام. جميل جدا. قبل أن نذهب إلى نقاش مختلف، نريد منك أن تفتتحي هذه الحلقة بقصيدة تختارينها وتقرأينها علينا، تفضلي. عندما تختفي الريح، حرب مؤجلة تحاك بأنملة لتجر أحلاما بكتها المقصلة، حرب تعلمنا الحياة تمتطي ظهر الحياة إلى الدروب المهملة، حرب بها الدنيا تلوك عظامنا لنجيء وحيا للوجود وبسملة. أمم من الأيتام صرنا كسرة للفقد تلثمنا شفاه أرملة، تختالنا الكف التي مدت يديها للجياع غمامة أو سنبلة، تنشق من جلباب سيدها لتهدي النائمين قرنفلا ما أجمله، وتشيخ والناي العجوز أنينه وجع بطعم الملح جاء فكحله، شمسا تثور على الظلال صباحها طوفان من عبروا سماء مقفلة، قالوا لنا وطن يمشط شعرنا زيتونه خدش الظلام وأشعله، فيه زغاريد النساء قصيدة وبكاؤهن سقى التجلد أثقله، وحي سماوي عيون نسائه سبح لمن خلق الجمال ونزله، فيه انعكاس الله فوق قبابه شكلا وجدران البكا متجللة، العابرون إلى الضفاف تخونهم أحلامهم إذ أنهكتها الأخيلة، يتقاسمون الليل رغم ظلامه ويدندنون على البيات بقنبلة ويشاكسون الموت، كانوا كلما طال الكلام تعثروا بالأسئلة، الكل أموات على قيد الرجاء، ومن أراد خلود لحظته فله سنغيب، ما كل الغياب مجازه موت، وبعض الصمت يسبق زلزلة، حزن المدينة حين يخلع نعله سيكون يوما في التفاتة حنظلة. حزن المدينة حين يخلع نعله سيكون يوما في التفاتة حنظلة. هذه الترابطية العجيبة ما بين هذا الوجع الإنساني الذي يبشر بشيء من النجاة والكثير من الأمل المنبعث من الألم، هذا كله ربما يقودنا إلى حنظلة
وسر هذا النزف العجيب المرتبط بهذه الشخصية؟ لماذا حنظلة على وجه الخصوص؟ قد يسأل سائل يا فاطمة. حنظلة هو شخصية غربية منذ الطفولة يعني. هذا الطفل الذي يرفض الالتفات لنا، الذي دائما يقف بصورة محتجة على ما يحدث. فحنظلة هو جزء من تركيبتنا الداخلية يعني. ناجي العلي عندما جسد شخصية حنظلة في شخصية الطفل الفلسطيني، فهو أبدا لم يرسم شخصية كان من الممكن أن يمحيها التاريخ، لكنه جعل شخصية حنظلة مرتبطة بالقضية الفلسطينية، مرتبطة بهذا الاحتجاج. أعتقد أنا حتظل مرتبطة لفترات طويلة يعني. نعم. طيب إذا ما أردنا أن نتحدث عن العمق الإنساني في القصيدة الحديثة، القصيدة المعاصرة، يعني أنت وانطلاقا من تجربتك، ما الذي يدفعك للكتابة بشكل يتجاوز فقط يعني واقعك الليبي؟ لماذا تذهب القصيدة أبعد من حدود التراب الذي تقيمين فوقه؟ شوف يا صديقي، هو المسألة الكتابة بالنسبة لي أنا هي ليست مرتبطة ببقعة جغرافية معينة، ليست مرتبطة بأحداث تهمني أنا شخصيا. نعم. الشعر هو روح المعرفة، وهو أيضا جانب من كتابة التاريخ. نعم. هذا التاريخ الذي يتجاوز حدود المكان الموجودة فيه الآن. ثم إحساسي بالوطن هو إحساس بالعالم المنفتح أمامي. يعني أنا لا أحس أن وطني ليبيا فقط، يعني أنا أشعر أيضا أن فلسطين وطني، أشعر أيضا أن لبنان وطني، أشعر أيضا أن الأردن وطني بشكل أو بآخر. وأعتقد أنني مسؤولة بشكل ما أن أنتصر بهذه القضايا، القضايا التي تغوص في الإنسانية والتي لا يجب تجاوزها. فأنا أعتقد أنني في فترة ما أعيش قصص آخرين في أوطانهم. نعم. وأتبناها بشكل ممكن من الممكن أن يكون متطرفا أيضا للآخرين. فهذا ما يحدث معي شخصيا، هذا ما يحدث معي أنا عند الكتابة. فإجابتي تمثلني أنا بشكل خاص يعني، ربما لا تنعكس على الآخرين، لكن أرى أن الكاتب يجب أن يتجاوز حدود المحيط به لينتقل إلى محيطات أخرى. نعم. إلى أماكن أخرى مع آخرين ليكتب أيضا عن تجاربهم. الشاعر أو الكاتب هو مسؤول بشكل مباشر. نعم. أن ينقل الأحداث من وجهة نظره هو الخاصة، لكن ليس بالضرورة أن تكون الأحداث هي أحداثه هو الشخصية يعني. وهذا أيضا يثبت بطريقة ما أن الشعر يتجاوز التجربة الذاتية للشاعر الذي ربما ينسلخ من ذاته ليسكن ذوات آخرين، أو أن ينصهر في ذوات آخرين ويكون ناطق الإنساني الفعلي عن ضمائرهم ومعاناتهم. نريد أن نستمع إلى قصيدة جديدة منك يا فاطمة، تفضلي واقرأي لنا ما تحبين وتفضلين. رقصة صوفية. نفضت عن روحي الأحلام فاتكأت على الغبار وغنتني المواويل. أمشي وكعبي موسيقى فتفضحني هذه المقامات، يجري في دمي نيل. نبوءتي شعري الروحي معجزتي دوامة في يد الصوفي تهليل. تكحلت بارتعاش الغيم أحجيتي، تخضبت والرسول الطفل مقتول. تعطرت بانسكاب الماء في عجل بخورها عطر جدات وتقبيل. مجذوبة جئت هذا السحر يسكنني، مذ كنت صفرا ونور الصبح مذهول. معجونة بالعجاف السب
عتقني هذا المجاز وخيط الحب مغزول مسكونة بالعواء الخاص في رئتي تنفس الصبح فانهالت أكاليل حطمت قالبهم أنثى معتقة جيدي رؤى والليالي سمر تأويل ليأكل الطير من أعقاب فتنتهم ويصلب التيه لا حزن ولا ميل ما زلت أسكن هذا الغار لي كبد آوي إليها فيهوي في يدي جيل. سنخرج إلى فاصل مشاهدينا الكرام، بعده نواصل هذه الحلقة فابقوا معنا. نرحب بكم من جديد أعزائنا المشاهدين، ومعنا عبر الإنترنت من ليبيا ضيفتنا الشاعرة الأستاذة فاطمة مفتاح. أهلا بك أستاذة فاطمة من جديد. أستاذة فاطمة، قبل الفاصل لكن على ما يبدو أنك لم تكوني تسمعيني بالشكل الجيد كما يجب، طلبت منك إعادة آخر بيتين من القصيدة اللامية المرفوعة التي قرأتها، آخر بيتين فقط وذلك لحاجة وغاية، تفضلي. ليأكل الطير من أعقاب فتنتهم ويصلب التيه لا حزن ولا ميل ما زلت أسكن هذا الغار لي كبد آوي إليها فيهوي في يدي جيل. هذا الغار الذي تأوين إليه، هو غار التأمل أم أنه غار يتجاوز كل هذه الأفكار التي ربما تكون متوقعة من القارئين أو المستمعين؟ بطبيعة الحال هو ربما يكتب النص بطريقة ويفهم بطريقة أخرى. نعم. لكن هذا الغار بالنسبة لفاطمة هو لا يأخذ شكلا محددا، يعني هو غار حسب الوضع النفسي لي وحسب الكتابة وحسب الظروف المحيطة لي. ربما يكون غار الكتابة، ربما يكون غار التقوقع، ربما يكون غار القراءة، ربما يكون غار التأمل. هو غار كل مرة يأخذ شكلا مختلفا. جميل. طيب الآن لنذهب إلى أسئلة أكثر عمقا أستاذة فاطمة، هل أنت من أنصار الفكرة التي ترى بأن القصيدة هي القصيدة، أم أن هناك قصيدة يكتبها شاعر وهناك قصيدة تكتبها شاعر؟ تفضلي. في الحقيقة أنا لست مع هذه التقسيمات بالنسبة للشعر. الشعر هو شعر بالنسبة لي، يكتبه شاعر تكتبه شاعرة، لا يختلف تماما الأمر بالنسبة لي. فأرى أن الشعر شعر، وأنا ضد هذه التصنيفات بشكل قطعي. يعني لا بأس، هاتي رأيك بهذه التصنيفات بشكل صريح، قولي رأيك بكل صراحة بهذه التصنيفات، لا مشكلة لدينا. أنا دائماً أنتصر للجمال أياً كان مصدره. يعني في الحقيقة أنا عندما أقرأ نص ويعجبني لا أحاول الرجوع إلى الخلفية التي كتب منها، مثلاً إذا كان رجل أو امرأة، فقط يعجبني نص، يعني فقط يعجبني الشعر، يعجبني الجمال أياً كان المصدر الذي يأتي منه. نعم. طب الآن إذا أردنا أن نتحدث عن الدافع أو الحافز الذي يحفز فاطمة مفتاح على الكتابة، يعني المحفزات من شاعر إلى شاعر تختلف، أكثر ما يحرضك ويدفعك إلى الكتابة دفعا؟ هو الظلم. يعني أنا أكثر الأشياء التي تدفعني للكتابة وتستفزني بشكل غريب هو وقوع ظلم. يعني أيا كان هذا الظلم، يعني أيا كان الذي يمارسه، أيا كان الذي يمارس عليه. لهذا أنا كتبت يعني قصائد في فترات حزن، يعني أكثر ما كتبت قصائد في فترات الفرح، يعني أكثر ما كتبت قصائد
عن الفرح وعن الحب. أنا كتبت قصائد يعني عن الأحزان وعن نعم الظلم وعن الحزن وعن الظلم وعن التسلط بشكل أكبر، حتى لو لم تكن بشكل مباشر يعني، نعم وحتى لم تكن حتى وإن لم تكن واضحة للقارئ، فأنا أعلم أني كتبتها في هذه الفترة يعني. هل هو نفهم؟ غالبا النصوص نعم تقرأ على مستويات يعني، صحيح. النص الشعري الجميل هو الذي يقرأ على مستويات يعني، كل شخص يقرأه يستطيع أن يأخذ منه شيء. وليس خطأ أن الناس لا تفهم، ما تفهم ما كتبته أنت بشكل دقيق، لكن الجميل أن الناس تجد في نصك أشياء من الممكن أنت نفسك لا تعرفها عن نعم النص يعني. أن تترك النص يقدم نفسه بطريقة مختلفة صحيح. ربما عن طريقة الكتابة نفسها. هل نفهم من رأيك هذا أستاذة فاطمة أن القصيدة يعني تمثل دور أو شخصية محامي الدفاع عن المظلوم؟ هل يمكن اعتبار القصيدة بحد ذاتها أو فكرة الشعر بحد ذاتها محكمة عدالة؟ طبعا الشعر وعاء للإنسانية، من المفترض أن يكون هكذا. مثلا إذا كنت حنقرأ مثلا عن الحضارة الإغريقية، مثلا كنت حنقرأ الإلياذة أو إلي هوميروس، إذا كنت حنتصور شكل العرب كيف كانوا عايشين، كنت حنقرأ المعلقات، كانت تعكس جزء من التاريخ ومن الحضارة ومن انتصارهم لقضايا معينة. إذا كنت حنقرأ مثلا لجرير وفرزدق، مثلا كنت حتصور العصر الأموي كيف كان. نعم كان أيضا في انتصار لقضايا إنسانية في كل هذا، نعم في كل هذا الموجود من وجهة نظرهم. فأنا أرى أن أيضا الشعر الآن يجب أن يتصل للقضايا الإنسانية يعني بشكل كبير وبشكل واضح يعني. بعد 200 سنة من الآن أو 300 سنة من الآن، يجب أن تكون قصائدنا انتشرت لقضايا موجودة في عصرنا. إذا كان غير هيك فما ضرورة الشعر يعني. طيب الآن إذا أردنا أن نطلب منك إلقاء قصيدة جديدة، ماذا ستقرأين علينا؟ تفضلي أستاذة فاطمة. الدمع هو الدمع بلل قلبي، وفي الجرح دود وبعض دماء وهبات ريح، فمن يبني لي بلادي بلادا، ومن يعطنا كسرة من رغيف، وفي عين أمي بلاد تصيح. هو الدمع طفل إذا ما شددته من وجنتيه بكل وجوه البلاد يشيح. هو الدمع بكر لهذا الفؤاد، ولدنا وتعكسنا قابلات، ضربنا لكي نتعلم أن المكان الجديد مكان ليس مريح. تراهم يرونك، تراهم يعدون وقع خطاك على الأرض يا سيدا، من بخار ويا كذبة في ضريح. تراهم يريدون أن تستغيث لتوقظ في العين دمعة وتصلبها كالمسيح. تصابيت حقا وفتشت في جعبة الأمنيات عن الألدرادو، وما كان غير احتمالات حب وكوخ صفير. هو الدمع يتمن، ومن يكره اليتم مثلي إذا فلسفته الحياة بوجه قبيح. هو الجوع يرقد في خيمة ويمد يدا للسماء ومسبحة من جروح. هو الموت بوابة للغياب، ويبصقك البحر فوق الرمال وسرا يبوح. هو الدمع لحظات من مخاض، هو الدمع ندبات يا صديقي. هو الدمع رجل تقوده في الدرب شتلى تشيح. يا سلام يا سلام، ما أجمل هذه الإنسانية
الواضحة النقاء الكاملة الصفاء أستاذة فاطمة. حدثينا قليلا عما يرضيك ويفرح قلبك ويبهجك فيما يخص المشهد الثقافي داخل ليبيا بكل إنصاف وانتصار، أو موضوعية أو حيادية، لك أن تختاري أيا منها، تفضل. لم أسمع السؤال جيدا. لم تسمع السؤال جيدا أم لم تريد الإجابة عليه؟ على كل أعيد السؤال، نتحدث هنا أستاذة فاطمة عن جميل لا بأس، نتحدث هنا أستاذة فاطمة عن فكرة الانتصار للمشهد الثقافي، المشهد الثقافي الذي أنت جزء منه في ليبيا، أفضل ما يعجبك بالمشهد الثقافي داخل ليبيا؟ يعني حاولي أن تضيئي لنا على بعض مواطن الجمال الموجودة في المشهد الثقافي عندكم في بلادكم في ليبيا التي نحب وهي عزيزة علينا، تفضلي. أنا في الحقيقة أكثر ما يبهجني في المشهد الثقافي الليبي هو الأمسيات الشعرية التي تنظم، يعني أصبحت بشكل دوري وبشكل متكرر، وأيضا جلسات مناقشة الكتب. يعني في السنتين الأخيرات أصبح فيه يعني برنامج الأمسيات الشعرية بشكل متكرر. أيضا المهرجانات التي بدأت تستعيد عافيتها، المهرجانات الثقافية مثلا مهرجان زلة للشعر والقصة، زلة التي أنا منها، المهرجان انقطع لفترة طويلة لفترة 14 سنة، الآن يعني بعد 14 عاما المهرجان يرجع مرة أخرى. ففكرة استعادة هذه المهرجانات الآن، أيضا معرض الكتاب، معرض النيابة العامة للكتاب الذي سيقام تقريبا بعد أسبوع واحد من الآن بمشاركة دور نشر عربية، شيء جميل بالنسبة لي. فأعتقد أن المشهد الليبي الآن في ليبيا في السنتين الأخيرات أصبح يستعيد عافيته وإن كان ببطء، لكن هذا جيد بالنسبة لي. جميل. طيب إضافة على ما ذكرته أستاذة فاطمة، ما الذي تطمحين إلى وجوده حتى يزداد المشهد الثقافي الليبي جمالا على جماله؟ أطمح إلى أن يكون هناك اتحاد للأدباء الليبيين، من الله ينضم تحتها الأدباء، تحفظ لهم حقوقهم بشكل قانوني يعني، وأيضا أن يكون هناك بيت الشعر في ليبيا هو التي صدر فيه قرار ولكن لم يفعل الآن بشكل جيد. أعتقد أن هذا أكثر ما أطمح أن يكون موجود في ليبيا في الفترة القريبة. وكل هذا يأتي انتصارا للكلمة العالية للثقافة الحرة وللقصيدة الإنسان. إلى القصيدة من جديد أستاذة فاطمة، تفضلي. ليس جرحا، إنها رقصة ريح فوق أفواه اليتامى تستريح، عزلة تنمو على طول المدى والذرى تصلب فينا كالمسيح، رقصة للعين، رقصة للموت في عين مها، ديدن العشاق أكواف الصفيح، مادت الأرض نفضنا ريشنا، قفزة الأحلام للديك الذبيح، وسماء ضللت أوجاعنا فانزوت فينا تباريح ضريح، كلما سالت وناجت ربها نمت الدنيا خزاما وجروح، طائر الفينيقي يحتاج إلى النار كي يفتح آفاق الصروح، موغل في الرفض مد جذوره ظله وحي غمام وسفوح، عرؤ الحلاج فوق المنتهى ظل تلويحا به نور شحيح، غمر الطوفان جرحا نازفا كلما ضعنا تشبثنا بنوح، يا يتامى الأرض
تشد طرفها. لم يعد في العمر وقت للنزوح، ضحكة فينا توازي ضعفنا. يا بلادا نبض قلبي تستبيح. دامت هذه البلاد حرة وحية وعزيزة بأهلها. أستاذة فاطمة، بكل صراحة أريد منك إجابة واضحة الآن عن فكرة الكتاب المطبوع. هل ما زال الجمهور لديه شغف تجاه الكتب المطبوعة، أم أنه لابد من قفزة من خلالها نواكب التكنولوجيا وتطورات ومتطلبات العصر الذي نعيش فيه؟ أستاذة فاطمة، هل استمعت إلى سؤالي؟ لا. مرة أخرى أكرر السؤال عليك، أقول لك فكرة الكتاب المطبوع، الكتاب التقليدي، هل ما زالت تجد قبولا لدى الجمهور والعوام من الناس؟ العوام من الناس هل ما زالوا يؤمنون بفكرة الكتاب المطبوع، أم أنه لابد من مجاراة الواقع التكنولوجي والتكيف معه؟ هي فكرة أعتقد أكثر تعقيدا من فكرة الإيمان بالكتاب الورقي نفسه، ولكن فكرة إمكانية الحصول على الكتاب. في الحقيقة أنا مع الكتاب الورقي، أنا لا أقرأ الكتب الإلكترونية، لأني في حقيقة الأمر لا أستطيع الانسجام، لا أستطيع الاستمتاع بمسألة القراءة من خلف الشاشة. أنا كائن ورقي حتى الآن، يعني أستعمل الورقة والقلم في الكتابة وفي القراءة أيضا، لكن أصبحت فكرة الحصول على الكتاب الإلكتروني أسهل، وأعتقد هذا ما يجعل القارئ يتجه إلى الكتاب الإلكتروني. يعني ربما تكون حتى مجانية الحصول على الكتاب في حد ذاته هي حافز. يعني أنا في بعض الكتب أبحث عنها من فترة، يعني الكتاب أبحث عنه من فترة سنة، والمصدر حصولي عليه حتى الآن، نعم، ففي الوقت الذي هو متاح أمامي إلكترونيا، يعني ربما بمرور الوقت سأرضخ يعني لهذا الأمر. طيب أستاذة فاطمة، بكل صراحة، بكل صراحة ووضوح، هل التقنية تشكل خطرا ما مثلا على مستقبل القصيدة العربية من وجهة نظرك والثقافة بشكل عام؟ هل التقنية ممكن أن تحل محل الإنسان في قادم الوقت؟ أنت ترين ما يحصل في مساحات الذكاء الاصطناعي وما يتم تقديمه من اختراعات، هل يمكن فعلا أن تقدم هذه البرامج، برامج الذكاء الاصطناعي، يوما ما قصة أو رواية أو قصيدة تجعل الجمهور من المتلقين يتجاوز الشعراء مثلا ويبحث عن غايته لدى برامج التواصل أو برامج الذكاء الاصطناعي؟ هل هذا ممكن؟ أعتقد يعني بعقلية الشاعرة لا، يعني أبدا أبدا أنا لا أؤمن بمسألة أن قدرة الذكاء الاصطناعي على كتابة قصيدة، يعني وكتابة قصة، حتى وإن شكليا المسألة الشكلية تكون متوفرة، يعني لكن المسألة الروحية، علاقة الشاعر أو روح الشاعر بالكتابة، لا يستطيع بطبيعة الحال آلة أن تكتب يعني بروح شاعر. نعم. مهما كانت الأمور الشكلية مضبوطة يعني. لهذا أنا لا أعتقد أن بمرور الوقت سيتمكن الذكاء الاصطناعي من كتابة نص يتجاوز الشكل إلى الروح يعني. ولأن القصيدة مشاعر إنسانية تخرج من قلب إلى قلب، نريد قصيدة جديدة تصل إلى قلوب السادة المشاهدين. تفضلي أستاذة فاطمة، جاهزون للاستماع إليك مجددا. أستاذة فاطمة، نريد منك قصيدة جديدة الآن، تفضلي. على حافة العمر حيث الأماني تراب وحيث الغبار ذهب، هنالك حيث الكمنجات ترقص أوتارها من خشب، قلوب العذارى نبيذ
وأقراطهن موسيقى وضحكاتهن سحب. يروضن هذا الصهيل الصهيل، ومشيتهن دلال عجيب، وأقدامهن كروم عنب، هناك زحام وكلي فراغ، وبعض الفراغ عيون تهب. نشاكس أحلامنا التائهات، ونشعل سيجارة للفراق، وننشد نوتاتنا للقصب، ونسقط للنور تمرا جنيا إذا هز ضوء المكان، ونفتعل الحزن وقت الطرب. ومن شرفة الانتظار نطل، نلوح للعشق نروي تعاويذنا للكتب، نرتب فوضى السماء بدين، ونرسم نجماتنا باضطراب، ونرقب سقطاتها من كثب. على حافة الحب نغدو صغارا، نمل البقاء بدون سبب. نمل البقاء بدون سبب، ولكننا لا نمل بقاءكم معنا. ومن المؤكد أن أسباب السعادة والجمال لابد قادمة في الفقرة التالية، ولكن قبل أن ننتقل إليها دعونا نخرج إلى فاصل قصير أعزائنا المشاهدين، ومن ثم نعود، ابقوا معنا. عدنا إليكم من جديد أعزائنا المشاهدين، مرحبا بكم. وصلنا إلى الفقرة الختامية بحلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد، ومعنا عبر الإنترنت الشاعرة الأستاذة فاطمة مفتاح. أهلا بك فاطمة من جديد، سعدنا بوجودك. ولا يزال لدينا من الوقت وإن قل، إلا أنه يتسع إلى الكثير من الجمال الذي لا يزال في جعبتكم. ولكن قبل أن نذهب إلى قصيدة، نريد أن نتحدث عن فكرة القصيدة والغاية منها في نفس فاطمة مفتاح. ما الغاية التي تتطلعين إلى تحقيقها من وراء كتابتك للشعر بكل صراحة؟ الغاية العالية أو البعيدة أو الأكبر؟ في الحقيقة أنا دائما أتطلع لغايات كثيرة، لكن على الأقل أنا أتطلع لكتابة شيء يستحق القراءة، يعني حتى بعد موتي، يعني حتى بعد انتهائي من هذه الدنيا أتطلع أن أكتب شيء، وإن قرأ بعد عشرات أو مئات السنين يكون ذا قيمة حقيقية، يكون قادر على وضع ولو جزء من التاريخ، مما كان يحدث للقارئ في المستقبل. في الحقيقة فكرة وجودي في هذه الدنيا حتى بعد موتي هي فكرة دائما تظل باقية في 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 تفكيري وفي مخيلتي. أيضا لهذا يعني دائما أنا في قصائدي أذكر الموت بشكل متكرر، لأن هذا الجزء الذي يذكرني بالحياة ويذكرني بقيمة وجودي الآن يعني على هذه الأرض. فأتمنى يعني وأرجو من الله أن ما أكتبه أن يكون يستحق القراءة ويستحق البقاء، قادر من المؤكد على أنه يستحق أستاذة فاطمة، ومن المؤكد أن الغايات النبيلة والجميلة هي في اتساع، ويعني تتسع لها رقعة الشعر ورقعة الإنسانية التي ما زلت تنقشين اسمك يعني على جدارها بكل ثقة واقتدار. قبل أن نتابع الأسئلة على بساطتها وقلتها، دعينا نذهب إلى قصيدة قد تكون قبل الأخيرة، تفضلي. رقصة صوفية قبضة من رب، زادنا للزمان خبز خواه، يا سماء النجومها حمراء،
زادنا للزمان حبات قمح تنحني لاضطرابها الصحراء، حزمة من غبار هذه الصحارى تزدرينا فيورق الازدراء. موتنا كالنخيل يبقى وقوفا، حزننا في رؤى المرايا اشتهاء. من مزاح الزمان نصنع ملحا يزهر الأرض فالربا بيضاء. نذكر الأمس كيف كنا صغارا ورؤانا تبتل وغناء. نذكر الرمل ملعبا من نضار ومزاريبنا شموس وماء. قلبنا الطفل وجهه من حسين في بلاد مناخها كربلاء. وحدي اليوم والضفائر حبلى زغردت في مخاضهن النساء. وحدي اليوم والجروب تلاشت فرقتنا السنين والأهواء. وجه هذا الزمان فعلا كئيب، رعشة القلب فكرة عذراء. وجه هذا الزمان جدا كئيب، رعشة القلب فكرة عذراء. تلتقينا كسائر القوم نمضي للغوايات يتبع الشعراء. تركتنا هنا كهولا حيارى يحتمي في ثيابنا الأمراء. مفرط في الجنون شعبي، ولكن مثلهم هم إذا أحبوا أساءوا. يا بلادي كم يأكل النمل جيبي، والمرايا كم خضبتها الدماء. فوق جيد السماء يصلب قلبي، هل تراها ستستريح السماء؟ عسى أن يستريح هذا الإحساس الطيب الذي ينتمي إلى كل ذي وجع من أبناء الإنسانية. دام هذا الصوت صداحا صادقا معطاء يا أستاذة فاطمة. وقبل أن أذهب إلى آخر القصائد في هذه الحلقة، أود أن أستجوبك إن سمحت لي متسائلا عن عملك الفني القادم أو عن مشروعك الثقافي الذي باتت فكرته مختمرة في ذهنك وجاء وقت أن تخرج إلى النور. طيب، أنا أعتقد أنني فهمت السؤال عن عملي الأدبي، يعني تسأل نعم. عن نتاج الأدب القادم أو صحيح. عن مشروع الأدبي بشكل عام. صحيح، هو ذا عن نتاج الأدب. تفضلي. طيب، إذا كان تسأل عن مشروعي الأدبي بشكل نعم. عام، هو مشروعي الأدبي مهتم جدا بالجانب الإنساني. وأصبحت يعني بشكل واضح أنتصر لقضايا معينة. نعم. لا لا لا، حدثينا عن المنتج الذي تفضل الذي يعني ربما يخرج إلى النور قريبا. هل ثمة فكرة معينة؟ على المنتج الأدبي، فأنا في الفترة القريبة القادمة أو المجموعة القادمة حتكون عن وجود فكرة وجود الثقافة الشعبية في النص الأدبي في ليبيا كبقعة جغرافية. الكثير من الثقافة الشعبية أصبحت بحكم التطور أصبحت يعني تنتهي أو تختفي بشكل أو بآخر. فمن فترة بدأت أنا ومجموعة من الأصدقاء بفكرة جمع الثقافة أو الثقافة الإنسانية والتراث الإنساني المتناقل، على الأقل في المدينة اللي أنا متواجدة فيها أو في ليبيا بشكل أوسع، وفكرة توظيفها في النص الشعري. جميل. هذا المشروع هو ما أطمح أن أشتغل عليه بشكل أكبر وبشكل أسرع أيضا في كل مشاغل الحياة. يعني أنت والجميع يعرفون كمية المشاغل التي نمر بها يوميا، يعني تلهينا
بشكل كبير عن العمل الأدبي. نرجو لك كل توفيق بمشروعك ومشوارك الأدبي أستاذة فاطمة. إلى القصيدة التي تودينها مسكا للختام، تفضلي. بنت النهر. للنهر لا للأبجدية أنتمي، من مائه المنساب أغرف معجمي، إني أراني في المتاهة طفلة عند اكتمال الليل، تخطل أنجمي بالصمت أعزف من حكاياتي رؤى، وجدائر الحرة تصيح ترنمي شمسا ترى في الظل، شمسا ترى في الظل وجها آخرا وأساورا عبثا تطوّق معصمي، وحدي أغرد ليس ثمة عازف غير ارتعاش المفردات على فمي، لا أفق أرسم في مداه قصائدا، لا حزن يهديني نبوءة ملهمي، لو لم يكن قلبي غواية آدم ما حط من فردوسه بجهنمي، لو لم أكن في الجرح أنزف خمرة ما كنت وقت السكر تشرب من دمي، أنا بنت هذا النهر، أنا بنت هذا النهر أعبر مرة لا مرتين لضفة لم تأثمي، لأقول جذعي أيها الحطاب لي فخذ الفؤوس ومد لي يد مريم. فخذ الكؤوس ومد لي يد مريم، دام الشعر مادا لك اليد يا فاطمة، ودمت متألقة متفوقة متطلعة لكل ما هو مفيد لك على صعيدك الشخصي وعلى صعيد ما يشمل الإنسانية، كل الإنسانية مجتمعة. سعدنا جدا بتشريفك لنا في هذه الحلقة من بيت القصيد. شكرا لك أستاذ مصطفى، وشكرا لقناة الرافدين على إتاحة هذا المساحة لي، ممتنة جدا لكم. شكرا جزيلا لك أستاذة فاطمة، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين في كل مكان. في الأسبوع المقبل بحول الله وقوته يتجدد لقاؤنا وإياكم، وإلى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات، إلى اللقاء.